بصادف بعشرة كانون الأول اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبيدخل بسنته 71 حاليا، وهو اليوم يلي اعتمدت فيه الجمعية العامة بالأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو عبارة عن وثيقة تاريخية أعلنت حقوق غير قابلة للتصرف، فبحق لكل شخص أنه يتمتع فيها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وهي الوثيقة الأكثر ترجمة بالعالم ومتاحة بأكثر من 500 لغة. وبفضل هذا الإعلان والتزامات الدول بمبادئها تم إحياء الكرامة للملايين، إلا أنه هذا الإعلان ما تحقق بكل البلاد بشكل نهائي. وبيفتخر لبنان دايماً بأنه شارك بصياغة وإعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر شارل مالك بصفته رئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بوقتها. فهل بحس اللبناني أنه حقوقه كإنسان متوفرة بشكل كافي؟ أكيد لا، ولا بلبنان ولا بغير لبنان أصلاً يعني. ما عم يطالب فيهم مزبوط، والناس اللي مفروض يعطوه حقوقه هو عم يتخبون يعني. أكيد لا، مش حاصل حقوقه لأنه الحد الأدنى مش مأمن له يعني. آخر شيء الإنسان بلبنان عن جد ولا شيء ولا شوية حق أبداً، مش حاصل على شيء. مشي صفر الإنسان بلبنان، لا حقوقه ولا شيء ولا مشي صفر، مش معتبريننا. السبب لانه اول شيء حقوق الانسان ما بتتمثل بس بشخصه، بس بيكون عنده كهرباء، بيكون في عنده مي، بيكون عنده تامين صحي خصوصا للرجال الكبار بالعمر، يعني يكون في تامين للشيخوخه. نص العالم صار معه الله ينجينا امراض من وراء المي والزباله والقرف والجي، شو بعد بده يكون فيه؟ في حقوق انسان، هاي حقوق انسان. وشو راي النائب ميشيل موسى رئيس لجنه حقوق الانسان بالبرلمان اللبناني بالحقوق اللي معطيه للبنانيين بهذا اليوم؟ لا، عندنا مشاكل سياسيه واقتصاديه واجتماعيه كثير كبيره. يمكن ما في بلد بالعالم حدا اخذ كل الحقوق اللي لازم ياخذها، لكن بلبنان بشكل اكبر لانه يعني التعثر السياسي بظروف مختلفه وباسباب مختلفه فترات مختلفه عم بياثر كثير على المسار العام، لكن هذا ما بيمنع انه في بعض القطاعات اللي فيها تحسن يعني كبير بمواضيع حقوق الانسان. لكن طبعا اليوم انه من وين نبلش؟ نبلش من حقوق بده ياخذها من سلطه تنفيذيه، وين السلطه التنفيذيه وين الحكومه في لبنان اليوم؟ شو عملت اللجنه بموضوع حقوق الانسان وقد ايه مفروض بعد تشتغل تيحس الانسان بلبنان انه حقوقه مصانه؟ شوفي، انا خليني اقول بصراحه يعني نحن كسلطه تشريعيه في مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان كانت وراء كثير من الأمور اللي انعملت بمواضيع حقوق الإنسان في لبنان. إذا بدنا نذكر هيك على سبيل المثال بالفترة الأخيرة، نبلش من الأمر الأخير اللي هو قانون المخفيين والمفقودين، مفقودين ومخفيين قسرا، وهذا كان يعني خطوة جريئة من مجلس النواب باتجاه تسكير ملف الحرب اللبنانية اللي مرقت، وطبعا الواجب تجاه كل اللي مش موجودين اليوم. كما انه قانون الحق الوصول الى المعلومات، هذا امر مهم جدا بمواضيع حقوق الانسان. كما انه موضوع العنف ضد المراه والتعديلات التي تقدمنا بها منذ اسبوع 10 ايام تقريبا. على الرغم من انه الشعب اللبناني لطالما كان وبعده عم بيطالب بحقوقه، الا انه لبنان يعد بمرتبه متقدمه لاحترام حقوق الانسان بالنسبه لعده دول عربيه، لكن الاهم هو وجود نيه حقيقيه لتعزيز وتكريس ثقافه حقوق الانسان عند جميع افراد المجتمع. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.